متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها لنهار اليوم كالتالي: تراجع شدة الحر عن شرق المملكة بعدما شهدت أجواء شديدة الحرارة ومرهقة خلال اليومين الماضيين، أيضا استمرار فرص زخات المطر فوق المرتفعات الجنوبية الغربية بشكل يومي، وعودة الرياح النشطة الموسمية على منطقة الليث المثيرة للأتربة والغبار. ننتقل الآن إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشال غيوم عالية في عموم جنوب الجزيرة العربية وأيضا جنوب المملكة، هي ناتجة عن بقايا لغيوم ركامية مرافقة لمنخفض جوي مداري متمركز فوق شمال غرب الهند. تحركت هذه الغيوم غربا باتجاه الجزيرة العربية، لكن كانت على شكل غيوم عالية بدون فعالية. باقي مناطق المملكة شهدت أجواء مشمسة وخلت تماما من الغيوم. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الأربعاء وحتى يوم السبت، ولتوضح استمرار لتمركز كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والجنوبية وأيضا المنطقة الوسطى من المملكة، بينما تسيطر كتلة هوائية أقل حرارة في شمال المملكة تعمل على تثبيت درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يذكر أن الأجواء ستبقى شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية بالرغم من الانخفاض القليل على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، لذلك ينبه طقس العرب الإخوة المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى من السعودية بالأكثر من شرب السوائل لتفادي جفاف الجسم في مثل هذه الظروف الجوية الحارة، وأيضا لبس القبعات لتفادي الضربات الشمسية. ننتقل الآن إلى توزيع الرياح المتوقع من الأربعاء إلى الخميس، وتحديدا نحو منطقة الليث، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي اعتبارا من يوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الخميس وأيضا يوم الجمعة. هذه الرياح تترافق مع هبات نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار، وبالتالي تدني في مدى الرؤية الأفقية. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 31 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يسود الطقس صافي خلال يومي الأربعاء والخميس مع 43 درجة مئوية، أما الصغرى تكون بين 30 و 31 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرار الطقس صافي 44 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 30 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.